اليوم لدينا شخصيتين لديهم قوة قوية ومستقلة في جنوب وفي الجنوب الغربي أيضا لأفغانستان، ولديهم ولاءات مستقلة، لذلك كان هناك تفسير بأنه لم تظهر هذه الأسماء سابقا، لكن اليوم بعد أسبوعين من الخلافات بين برادر وحقاني يظهر أو تظهر هاتين الشخصيتين لعبد القيوم ذاكر ولصدر. تقييمك لوجود هذه الولاءات المستقلة، هل يمكن أن تتحمل طالبان ذلك مستقبلا وإن كان ربما سيظهر الخلاف قريبا على السطح بينهم؟ أعتقد أن الخلافات لم تظهر حتى الآن بالشكل اللي هو المتوقع. هناك خلافات ستجري داخل طالبان بشكل كبير جدا، نظرا لأن طالبان ليست شيء واحد، طالبان هي طالبان متنوعة متعددة الولاءات أولا، ثانيا متعددة الاتجاهات، يعني المكاتب مختلفة، مكتب الموجود في إيران الذي كان يتواصل مع الإيرانيين ومصطفى حامد المستشار زعيم الحركة يختلف تماما عن العسكريين على الأرض، سراج الدين حقاني ومحمد يعقوب وعبد القيوم ذاكر وغيره من هذه الشخصيات، المكتب الذي كان موجود في الدوحة والسياسيين وزعيم الحركة الذين كانوا يريدون التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والخروج بشكل معين وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل معين يختلفون تماما عن الموجودين على الأرض. هذه كلها اتجاهات، إضافة نضيف إلى ذلك أيضا الولاءات يعني مثلا للجهاز الاستخبارات الباكستاني، توغله داخل هذه الحركة في قطاعات ورقم داخل الحركة، تأثير هذا التوغل على الحركة وعلى قراراتها، كل هذا يعني مرشح أو يرشح الخلافات أكثر. وهذا ما أخر الإعلان عن الحكومة أولا، ثانيا ما أخرج هذه الحكومة حكومة طالبان بهذا الشكل. وطالبان كان أمامها تحدي كبير جدا، ليس تحدي يعني إخراج الولايات المتحدة الأمريكية أو تحدي وجود الغرب على أرضها بقدر ما هو تحدي الآن، تحدي الإدارة، تحدي الحكم، تحدي إدارة المشهد بالكامل، تحدي اللحمة الوحيدة ولم الشمل داخل حركة طالبان والسيطرة على هذه الخلافات التي يحاولون هم كتمها، رغم أنها يعني تبدو واضحة وبشكل جلي جدا أن العسكريين لهم تأثير وسيكون لهم تأثير أكبر. نحن حتى هذه اللحظة لم نسمع أو لم نرى دور محمد ابن يعقوب ابن الملا محمد عمر، يعقوب ابن الملا محمد عمر، يعني سنجد أن هذا الرجل أيضا له تأثير كبير جدا يعني، ولم يظهر على الصفحة حتى الآن، لكنه متوقع له أيضا أن نشهد له أو نشهد خلافات مستقبلية في هذا الشيء.